ترتيبات كتيرة في الأهلي يا جماعة في كل الاتجاهات، زي ما قلت لكم ما شاء الله احنا بنتكلم دلوقتي على مقرات كبيرة للنادي الأهلي، إذا كنا بنتكلم على المقر الرئيسي في الجزيرة مدينة نصر الشيخ زايد، التجمع كمان آخر العنقود، والعمل بدأ في مقر العالمين، فأعتقد دولاب عمل كبير جدا بيشرف عليه بكفاءة وبوعي وبعلم الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، ومساء الخير كابتن عادل، كل سنه وحضراتكم طيبين، وجمهور النادي الاهلي بخير، واعضاء الجمعيه العموميه بكل صحه وسعاده يا رب، ومصر بخير دايما ان شاء الله. يا دكتور سعد، الانتقال من هدف مش في كوره من هدف الى اخر، ده طلع برضه في الانشاءات والتطوير، مش عارف تشم نفسك انت، بس هي دي الضريبه. حقيقة طبعا زي ما حضرتك اتفضلت يا كابتن عدلي، احنا طبعا الضريبة ان احنا نكون في خدمة اعضاء جمعية العمومية للنادي الاهلي، خدمة جماهير النادي الاهلي اللي بتقدم برضه هي كمان تضحيات، واللي بتقدم كل الدعم والمساندة، واللي بتقوم بعملية الاختيار لمجلس ادارة يقدر يقود مسيرة النادي الاهلي ويحقق نجاحات زي ما حضرتك تفضلت، مش بس نجاحات رياضية ولكن نجاحات ايضا في تحقيق اهداف استراتيجية تتعلق بالاهداف بتاعت الدوله المصريه واهداف التطوير اللي بتاخدها الدوله المصريه. النادي الاهلي لاعب رئيسي فيها، واعتقد ان الفرع الاخير الحمد لله يعني بيشهد له الجميع بتقدير واعجاب شديد، وده مش كلام مرسل بقى، عشان برضو بعض الناس دايما بتبقى شويه بتحب الحقائق، والنادي الاهلي ما بيتعاملش غير مع الحقيقه طول عمره، وبيترك ايضا الحاجات اللي فيها انفعالات ومشاعر. يمكن احنا كان عندنا اقبال شديد على العضويه في الفتره اللي فاتت، يمكن احنا يوم الاثنين اللي هو اليوم قبل وقفه العيد مباشره في الحقيقه كان عندنا عدد كبير من الاعضاء، لان كان في تدافع كبير جدا جدا عشان الاستفاده من رسم العضويه الحالي، لان الزياده المقرره اللي قررتها الجمعيه العموميه واللي تم تفويض مجلس ادارتنا المؤقر في ان هو يحدد الموعد بتاعها، كان في الحقيقه 30/6 ان احنا نقدر نعمل السياده دي ونطبقها، ولكن في الحقيقه احنا اتصادفنا زحام شديد يوم الاثنين اللي هو قبل اجازه العيد مباشره، وكان في طلب من الاعضاء اللي لم تحالفهم الظروف في استكمال اوراقهم واستخراج دفاتر الشيكات، لان احنا زي ما انتم حضراتكم عارفين احنا عندنا اكثر من نظام تقسيط عملناه، سواء كان للمجموعات او للمؤسسات او ايضا للنقابات المهنيه او لمؤسسات الدوله المصريه الوطنيه، فكان عندنا كل النظم متاحه اللي بتمكن الراغبين في الانضمام لعائله النادي الاهلي من هم يشتركوا، فكان في طلب ملح في الحقيقه بان احنا لو يمكن مد هذه الفتره حتى يستكملوا الاجراءات بتاعتهم، مش بس الاخوه اللي كانوا موجودين معانا يوم الاثنين، احنا جالنا عدد كبير من المكالمات التليفونيه من كل الدول العربيه، من المملكه العربيه السعوديه، من دوله الامارات العربيه الشقيقه، من دوله قطر، من دوله البحرين، كل الاخوه اللي موجودين في هذه الدول الخليجيه الشقيقه كان عندهم رغبه ايضا بان هم لسه ما سمحتلهمش الظروف بأن يؤدوا فترة أجازاتهم داخل الدولة المصرية، فبالتالي عرضنا الأمر على مجلس إدارتنا الموقر برئاسة محمود الخطيب، ويمكن خلوني برضو نضيف هذا الخبر السعيد من خلال برنامجنا الكبير ملك وكتابة، كان في استجابة وتقدير من الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارتنا الموقر إن احنا نمد فترة العمل بالسعر الحالي لقيمة اشتراك العضوية في كل الفروع بتاعتنا، سواء كان فرع المقر الرئيسي بقيمته الحاليه، وايضا فرع الشيخ زايد، وايضا فرع القاهره الجديده بنفس القيم حتى 30/8، تيسيرا على الساده الراغبين في الاشتراك والتمتع بالسعر الحالي في الحقيقه، وايضا بعض التحديات اللي بتواجه الاعضاء في استكمال عضويتهم. النهارده يمكن كان عندنا لجنه عضويه واستكملنا الاعداد الكبيره اللي بتتقدم لل الحصول على خدمات العضويه في النادي الاهلي، ويمكن لجنه العضويه المؤقره عندنا في سؤال دايما نحب نطرحه على الساده المتقدمين، ايه رايكم في فرع القاهره الجديده؟ في الحقيقه بنجد كل تقدير للشكل الحضاري اللي ظهر عليه الفرع والخدمات المقدمه فيه. ده كان برضو محور مهم، وده خبر اعتقد ان احنا خصينا بيه ملك وكتابه، لسه يمكن احنا يعني صدر لنا هذا القرار من
مجلسنا الموقر برئاسه الكابتن محمود الخطيب. الحاجه الثانيه المهمه كمان، انا بس عشان ااكد تاني على المعلومه دي، يعني حصل مد للعمل، مد للاسعار الحاليه لغايه 30/8، لحد 30/8 يقدر الساده الاعضاء اللي هم قدموا اوراقهم واللي عايزين يستمروا في الاشتراك يقدروا يستفيدوا. يعني اذا بس عشان اوضح دي، ده قاصر على اللي اوريدي مقدم وما عملش اجراءات، واللي يقدم جديد، ولا ممكن حد جديد يقدم خلال الفتره الحاليه ايضا هيستمتع بهذا؟ يعني لحد 30/8 يا جماعه داخل او خارج القطر المصري عندكم فرصه بالاسعار الحاليه بنفس النظام. دي الحاجه المهمه ايضا. كمان عندنا خبر مهم جدا لاعضاء الجمعيه العموميه، وهي تجديد الاشتراكات السنويه اللي بدا من 1/7. وكان عندنا حاجه برضو مهمه، تطور مهم بيحدث في النادي الاهلي، وهو تطوير بطاقه العضويه واستخدام بطاقه عضويه ذكيه ايضا لكل فروع النادي الاهلي، سواء كان المقر الرئيسي بالجزيره او مدينه نصر او الشيخ زايد او القاهره الجديده. في الحقيقه الحمد لله الحمد لله، يمكن انا بقول لحضراتكم بالارقام، وصل عندنا 28568 بطاقه في الشيخ زايد، ودي بطاقه مستمره لاربع سنوات، هيتم تسليمها ان شاء الله من يوم الاحد القادم ان شاء الله للساده الاعضاء المؤخرين في فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد. ايضا فرع القاهره الجديد 8560 بطاقه عضويه اللي هم كانوا اللي اشتركوا، ان شاء الله دولت بدا التسليم فيهم من اليوم، بدانا تسليم. بس عايزين نشرح كلمه البطاقه الذكيه برضو يا دكتور سعد. نعم، عايزين نشرح كلمه البطاقه الذكيه. هي بطاقه بتستخدمها حضرتك لمده 4 سنوات متتاليه، بيتم تجديد الاشتراك السنوي بنفس البطاقه، بمجرد ما بتجدد الاشتراك بيتم تفعيل البطاقه لمره اخرى، بتستخدمها في الجمعيات العموميه. وهذه البطاقه ايضا لها استخدام اخر، يمكن استخدامها ككارت مدفوعات لكل العمليات اللي انت بتستخدمها داخل النادي الاهلي وخارج النادي الاهلي ايضا، وده بيتوقف الاستخدام الثاني ان هي تستخدم كبطاقه مدفوعات لانها صدرت مع البنك اللي هو البنك الرسمي للنادي الاهلي الراعي، ودي ايضا استراتيجيه جديده استخدمها النادي الاهلي في تعميق حجم المنافع اللي بيحصل عليها رعاه النادي الاهلي، عشان الناس دايما بتسال. تسمح لي ان اهنئ صاحب الفكره سواء من البنك او من النادي، وغالبا وراها شخص انا اعرفه جيدا خبير تسويق كبير، لان الفكره دي الفكره صاحب هذه الفكره مجلس اداره النادي الاهلي الموقر. تمام بدانا فيها من فتره في الحقيقه، وكان النادي لما تعاقد مع البنك الرسمي اللي هو بنك فاب الاول، الحقيقه البنك كان حريص على انه يخش وياخد هذه الخدمه ويستخدم هذه الخدمه، والخدمه دي اعتقد ان هي واحد من الخدمات التطويريه للنادي الاهلي. تسمح لي اشرح معاك برضه، لان الاعضاء ممكن او الناس عايزه تفهم، يعني بالكارت ده البنك بيديك كريدت او بيديلك ميزه انك تشتري، ها، وكانك فاتح حساب عنده. والبطاقه دي كمان احنا عملنا حاجه كمان مهمه جدا، يعني حضرتك يعني يا كابتن عادلي مشكورا، وضحت حاجه مهمه انا محتاج ان انا حضرتك تسمح لي ان احنا نوضح للاعضاء. اتفضل. بمجرد حضرتك ما بتجدد الاشتراك السنوي بتستلم البطاقه العضويه الجديده اللي هي بتستخدمها، يمكن استخدامها ككارت مدفوعات، ما بتروحش هنا ولا هنا، انت في الشباك المجاور ليك حضرتك في مكتب البنك موجود جنبك، مع مكتب البنك ايضا موجود شركه فوري، تقدر تشحن البطاقه وانت واقف عشان تديها للاولاد ان هم يقدروا ايضا يستخدموها ككارت مدفوعات عشان ما يفقدوش نقودهم او الى اخره. يعني كارت بيتشحن بنقود حضرتك. شركه فوري ايضا تعاقدنا معاها وانهينا العقود الحمد لله. نيجي بقى طبعا للمقر الرئيسي والمقر التاريخي لينا، طبعا هنبدا التسليم بتاع اول 75 حضرتك. انا بقول ارقام شويه يمكن عشان الناس تشوف حجم العمل اللي احنا بنشتغل فيه، عشان احنا يمكن ما سلمناش البطاقه السنه اللي فاتت. اللي سددوا الاشتراكات السنه اللي فاتت هم اللي تم استصدار البطاقات ليهم،
طب معنى كده هل يا دكتور سعد احنا الناس اللي ما سددتش الاشتراكات السنه اللي فاتت مش هيبقى لها بطاقات؟ لا، بمجرد حضرتك ما بتسدد الاشتراك في خلال 7 ايام عمل بيتم اصدار البطاقه اللي هو الاشتراك الجديد، يعني دخلنا في يوليو بقت الاشتراك السنه الجديده. اي واحد يسدد الاشتراك هيحصل على البطاقه. احنا ان شاء الله متوقعين ان احنا نصدر هذا العام 800,000 بطاقه. ما شاء الله. 800,000 بطاقه بنصدر في الجزيره من بدايه من الاسبوع القادم ان شاء الله 75,000 بطاقه. طب منظمين العمل ده ازاي؟ احنا يمكن الاستاذ ابراهيم مشكورا دلوقتي كان عرض اعلان في تطبيق على الواتساب، حضرتك بتحط رقم العضويه بتاعتك باللغه الانجليزيه، الناس هتشوفه دلوقتي تاني. بتحطه على التطبيق بيظهر حضرتك هل البطاقه بتاعتك موجوده في مقر النادي بالجزيره او مقر النادي بمدينه نصر او مقر النادي بالقاهره الجديده او مقر النادي بالشيخ زايد، عشان حضرتك ما نعمل ما فيش تكدس كبير يبقى امام بوابه الاشتراكات. لان حضراتكم تخيلوا بنبدا نحصل الاشتراكات السنويه اللي من 1/7، بنبدا ايضا نستكمل العضويات الجديده اللي في القاهره الجديده وايضا في الشيخ زايد، ايضا الاثنين عليهم حجم اقبال كبير جدا الحمد لله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. وبيقول لحضرتك لو يا ريت الاعداد يحطوا لنا المستند اللي احنا بنتكلم عليه، وده هينزل على السوشيال ميديا بتاعت النادي الاهلي، ده واحد من الجهود الكبيرة اللي يعني بياخدها مجلس ادارتنا وايضا ادارتنا التنفيذية. وخليني انتهز الفرصة ان انا اوجه الشكر الجزيل لمجلس ادارتنا وايضا جمعيتنا العمومية الموقرة على تعاونها الكبير معانا عشان النادي الاهلي دايما يظهر بالصورة الحضارية اللي تليق باسم وتاريخ النادي الاهلي وجمهورنا ايضا العظيم وكل الادارات اللي موجودة في الادارة التنفيذية اللي في الحقيقة بيبذلوا مجهود. كمان مدينا ساعات العمل، مدينا ساعات العمل من الساعة 9 للساعة 9 مساء في إدارة الاشتراكات، يعني أي حد يقدر بعد انتهاء ساعات عمله في شغله الطبيعي يقدر يتوجه لإدارة الاشتراكات بعد ما يخلص العمل بتاعه الساعة 4 الساعة 5 6 7 8 9. احنا مستمرين في استقبال أيضا أعضائنا الموقرين سواء كانوا عايزين يسددوا الاشتراكات السنوية أو عايزين أيضا يشتركوا في النادي الأهلي عضوية جديدة، وده طبعا مسموح للساده الاعضاء زي ما حضراتكم عارفين ان احنا قدامنا لحد 30/9 تقدر تسدد الاشتراك السنوي بتاع العضو ده. يعني بشكل ملخص كده كمان النادي الاهلي النهارده طبعا بيقدم خدمه جديده لكل اعضاء الجمعيه العموميه الموقره، ان احنا النهارده بنقدم خدمه متميزه في مارينا النهارده وباسعار كمان منافسه جدا جدا، واعتقد الكابتن محمود الخطيب يمكن كان موجود في الزيارة كريمة وكل السادة الأعضاء الموقرين كانوا في غاية الفخر بالنادي. الناس مبسوطة جدا جدا يا دكتور سعد، وناس كتير بتكلمني توسط لي وتقول الموضوع مش محتاج واسطة، حضرتك لو اتصلت بالشخص المسؤول في ثانية هيحل لك كل طلباتك، خطوة كانت ناجحة وهامة. زي ما حضرتك تفضلت يا كابتن عدلي بيجي لنا مئات الرسائل من الساده الاعضاء الموقرين في الحقيقه، شكروا في كل الزملاء اللي موجودين في مارينا وتنظيم العمل، وزي ما حضرتك قلت احنا مش محتاجين واسطه في النادي الاهلي لان الموضوع مبني على حياديه كامله، كل الاعضاء يتمتعوا بفرص متساويه للاستمتاع بهذه الخدمه، بالاضافه ايضا للخدمه اللي بنقدمها من سنوات عديده في مرسى النادي في مرسى مطروح ايضا بشكل ايضا متميز وشكل ايضا راقي يليق باعضاء النادي الاهلي. كمان عندنا فرصه ان احنا عملنا بعض العروض في الويك اند بس الخاصه في 3 ايام، وكمان مستمر في فرص، ففي حاله رغبه الساده الاعضاء حجز يعني الاستخدام في مارينا ايضا ما زالت الفرصه قائمه، وعليهم ان هم يتوجهوا لاداره الحجز والرحلات ان شاء الله ويستمتعوا بالخصومات. انا بقى يمكن بطرح بشكل سريع كده الخدمات المتنوعه في كل المجالات، وده يمكن اللي بيخلي النادي الاهلي دايما في الرياده وبيخلي النادي الاهلي مش بس في كل المنافسات الرياضيه هو القائد وهو الكبير، لا ايضا النادي الاهلي النهارده اصبح هو المؤسسه الرياضيه رقم واحد في كل الخدمات الاجتماعيه اللي احنا بنحاول نسرد جزء منها. ففرصه كبيره جدا ان من يرغب في يعني الاستفاده بالخدمات المقدمه داخل النادي الاهلي. كمان بدانا في التجمع اكاديميات كره القدم، وتم الاجتماع بمدير الاكاديميه الكابتن طاطا وايضا تعيين مدير اكاديميه
في القاهره الجديده، وبدات فعاليات الحجز لاكاديميه كره القدم، وان شاء الله كل اكاديميات النشاط الرياضي اللي موجوده في القاهره الجديده سوف تبدا مع بدايه 1/8 ان شاء الله. فاعتقد ان احنا ماشيين في خطى ايضا تتناسب مع الخطى اللي بتصير فيها الانجازات الرياضيه، بتصير ايضا انجازات البنيه التحتيه، بتصير ايضا تطور الخدمات التكنولوجيه في النادي الاهلي. وخليني كمان اهني المهندس عدلي واهني النادي الاهلي واهني شركه الاهلي لكره القدم بالنجاح المبهر لتطبيق انا اهلاوي، وبتجي لنا اتصالات من الولايات المتحده الامريكيه ومن الامارات العربيه والمملكه العربيه السعوديه بالانبهار بهذا التطبيق، وبنستاذن المهندس عدلي انه يسمح لنا ان احنا يفتحوا الاستقبال الرسائل من الدول الاوروبيه والولايات المتحده الامريكيه في التسجيل التجريبي لهذا التطبيق الممتع. واستقبلنا اول فائزين من التطبيق في النادي الاهلي اللي خدوا الصوره التذكاريه في شكل اكثر من رائع مع كاس البطوله الافريقيه رقم 11، وده حاجه للجمهور ان احنا خدمه جديده ايضا بنقدمها لجمهورنا العظيم اللي بيقدم كثير من التضحيات، واحنا كمان عايزين نشاركه في السعاده وعايزين نشاركه في الفرح. انا عايز اتوقف عند كلمه هذا التطبيق، لان الحقيقه جماهيرنا اللي بتتساءل، استاذ ابراهيم الدكتور سعد والله ما هو سايب حاجه، جماهيرنا اللي بتتساءل ازاي تدعم ناديها، احنا عايزينك تتبرع ولا عايزينك تعمل اي حاجه، عايزينك تستفيد من التكنولوجي والاطروحات التي يطرحها النادي الاهلي. ها، مجرد مشاركتك معانا، مجرد حتى دعمك لرعاة النادي الاهلي، هو ده الاسهام الحقيقي، وهو ده الوقوف الحقيقي في دار النادي الاهلي بتمويل جماهيره مقابل خدمات هو بيحبها ومحتاجها. اتفضل يا دكتور، انا اسف على المقاطعه. يمكن بقى انا يعني احب اقول حاجه مهمه جدا الكابتن عدلي ذكرها، التطبيق التكنولوجي. يمكن احنا برضو كل حلقه بحاول دايما اذكر اعضائنا وجماهيرنا ونذكر نفسنا ان احنا مجلس ادارتنا المؤقت كان حريص ان تبقى على البوابات الرئيسيه للنادي الاهلي الكلمات الرئيسيه تاريخ، مبادئ، تطوير. فاخر كلمه هي التطوير، التطوير مستمر في النادي الاهلي والتطوير مستدام في النادي الاهلي والتطوير سمه من سمات النادي الاهلي. فعندما كان هناك افتتاح مقر القاهره الجديده كان هناك انبهار بهذا الفرع والطرح الكبير، ولم تمر ايام قليله حتى اعلن مجلس اداره النادي الاهلي انه بدا في اتخاذ الاجراءات الاداريه والقانونيه لفرع العالمين النادي الاهلي. ان شاء الله ربنا يوفقنا. دكتور سعد، عندما عندما يكون هذا هو تكوين مجلس اداره النادي الاهلي وهذه هي رؤاه وهذا هو عنوان سياساته، تاريخ، مبادئ، تطوير، وعندما يكون جهازه الفني يرأسه أستاذ جامعي خبير تسويقي، ماذا ننتظر إلا أن كل الناس اللي عمالة بتتكلم تقول لك والنادي الأهلي والنادي، عرفتوا ليه النادي الأهلي يا جماعة سابق بخطوة؟ لأنه على طول بيفكر في بكرة وبعده، على طول بيستند إلى العلم، على طول بيلبي الاحتياجات الواقعية لجماهيره، مش منشغل بغيره، مش عندوش وقت يضيعه في المهاترات. انا يعني كل ما يجي الدكتور سعد بتبقى فرصه نوري الناس هو النادي الاهلي بيشتغل ازاي. طب ما فرصه وانا اسال يا دكتور، الجمهور بيسال مشروع الاستاد هل في جديد قريب؟ ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله قريبا قريبا سوف يكون هناك. ايضا يعني احنا مش متعودين في النادي الاهلي نقول هنعمل، ولكن عندنا في النادي الاهلي لما بنعمل بنوضح ازاي عملنا، فهتكون ان شاء الله ما تحرقش المفاجات يا ابراهيم. حاجه مهمه جدا جدا جدا. يمكن احنا زي ما قلت الناس كلها كانت بتتكلم من فتره ان احنا عندنا حاجه في العالمين، النهارده احنا بنعمل افرع، ومش عايز اقول كلمه افرع، بنعمل انديه للنادي الاهلي في اماكن كثيره، المساحات بتاعتها في الحقيقه ما بتقلش. يمكن احنا فرع العالمين في هذا المكان الاستراتيجي، مساحه فرع العالمين الارض اللي تم تخصيصها، خلي بال حضرتك من الكلمه اللي انا هقولها، الارض اللي تم تخصيصها بالفعل من قبل وزاره الاسكان في الحقيقه 43 فدان في هذا الموقع الاستراتيجي. في الحقيقه عندنا على فكره دراسات، الكلام ده ما اعلنوش الا ما عملنا دراساتنا وشفنا
العائد على الاستثمار بتاعنا شكله ايه، والبنية التحتية التطور فيها هناك في مدينة العالمين شكلها ايه، وحجم الاستثمارات. يا دكتور سعد برضو هقاطع مقاطعة برضو بتدعم فكرك العلمي. انا كنت هناك الاسبوع الماضي في احد الفنادق الحديثة التي انشئت الابراج الجديدة دي، اللي شفته هناك حاجة عالمية. صحيح. والمنظر والشاليهات اللي جوه البحر والبحيرات والبنية التحتية والتنمية اللي حاصلة في المنطقة في وجود النادي الأهلي، يا جماعة نحن نؤكد أن منطقة العالمين ستشهد عصرا غير مسبوقا، وهتشوف عمل نموذجي كما يتمناه كل المصريين وخصوصا الأهلوي. يعني في حتة كابتن عادلي اسمح لي أخيرا أختم بيها إذا حضرتك سمحت لي أستاذ إبراهيم. اتفضل. الجملة الأخيرة اللي حضرتك قلتها، الدولة المصرية واستثماراتها في العالمين، النادي الأهلي كأحد المؤسسات الوطنية الرائدة دائما كتف بكتف لتنفيذ رؤية الدولة المصرية وتحقيق كل الأهداف الاستراتيجية لهذه الدولة، وده دور النادي الأهلي دايما كمؤسسة وطنية عريقة، مؤسسة وطنية كبيرة تدعم وتساند كل المؤسسات الوطنية المصرية، وأيضا المؤسسات الوطنية المصرية تدعم النادي الأهلي. فكنا أول الأندية اللي راحت العالمين لتدعم استثمارات الدولة المصرية في هذه المدينة الواعدة إن شاء الله، والتي سوف تكون محور حديث كل المدن العربية والأوروبية. تمام يا دكتور، وشاكرين حضرتك جدا على هذه الإفاضة وكل هذه المعلومات، والأعتقد تسعد جماهير النادي الأهلي وأعضائه. شكرا لك. شكرا.